السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. خبر عاجل، تسجيل حالات جديدة في المغرب مصابة بفيروس كورونا المتجدد كوفيد-19. فقد تم تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا ببلادنا، فوزارة الصحة قبل قليل أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 225 حالة حتى الساعة 6 من مساء اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 55 حالة جديدة، وذلك على مدار 24 ساعة الماضية. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وعلى هذا يكون العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة 225 إصابة، وعدد المتعافين 7 حالات، بالإضافة إلى وفاة واحدة، ليصل العدد إلى 6 وفيات. أما الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فقد ارتفع العدد إلى 740 حالة. وتبقى جهة الدار البيضاء الستات هي الأعلى في تسجيل الحالات، حيث وصل العدد بها إلى 42 حالة، متبوعة بجهة القنيطرة الرباط ب40 حالة. نتمنى من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقرارات الدولية أو بالقرارات الوطنية والتي سنتها الدولة لمواجهة هذا الفيروس.